أحبتي المستمعين والمشاهدين، مثل ما وضحنا وإن شاء الله نكون افتهمنا إنه شنو معنى قديس وليش صار قديس وشنو معنى تذكار وشنو معنى الشيرة أو السهرة. بعد ما صار عندنا فت إلمام بهذا الموضوع وإن كان بشكل مبسط، راح أجي أشوف إحنا اليوم شلون دا نحتفل بتذكارات قديسينا أو قديساتنا. أكيد الاحتفال بشكل عام يتمركز حول نقطتين. النقطة الأولى هي النذور والذبائح الحيوانية، والنقطة الثانية هي مسألة السفرات والأكل والشرب والرقص. لو اجينا إلى النقطة الأولى، نشوف إنه في أعياد القديسين الناس تجمع مبالغ كمية من الفلوس تجمعها، تبرعات هي من الناس اللي يحبون يشاركون في التذكار. من يجمعون هذه المبالغ يروحون يشترون بها خرفان أغنام حتى يذبحوها في تذكار القديس الفلاني. بالنسبة للذبائح، هل يجوز أنه نذبح ذبائح بالأخص في التذكارات القديسين؟ لو جينا أنه إلى الناحية الإيمانية من هذا الموضوع، ولو رجعنا إلى الكتاب المقدس، أنه في العهد القديم كانوا الناس يقدمون ذبائح حيوانية بحسب شريعة الرب، أنه الإنسان الخاطئ وبحسب خطيئته كان معين بحسب الشريعة ايش راح يذبح من حيوانات أو شنو هي الطقوس اللي راح يؤديها. فكان الإنسان من يخطأ يقوم بجلب حيوان إلى الهيكل، ويقوم الكهنة بذبح هذا الحيوان، ودم الحيوان راح يكون بمثابة غسل لخطيئة هذا الإنسان. وفي مرة بالسنة كان يقدم رئيس الكهنة في الهيكل ذبيحة إلى الشعب عامة، ويأخذ من هذه الذبيحة الدم ويروح إلى قدس الأقداس وينقط من دم الذبيحة على تابوت العهد، تابوت عهد الرب. وهذا كان الشرع في ذاك الوقت. هذه الذبائح وهذا الدم كان يرمز إلى ذبيحة المسيح، يعني قبل مجيء المسيح بالجسد في التاريخ في بلء الزمان كان الذبائح ودم الذبائح هي رموز تشير إلى الأصل، رموز طقوس تشير إلى الأصل، والأصل يأتي فيما بعد اللي هو يسوع المسيح الذي يذبح من أجل خطايانا على الصليب. بدم يسوع المسيح الحمل الحقيقي تطهر كل خطايانا وتنمحي كل ذنوبنا. دم يسوع المسيح يغسلنا من كل شيء. فإذا بعد مجيء يسوع المسيح وبعد ذبيحة يسوع المسيح التي قبلت من قبل الآب وارتضى الله بذبيحة يسوع المسيح ونلنا غفران الخطايا، اليوم إحنا كمسيحيين مؤمنين لا نحتاج إلى الذبائح ولا نحتاج إلى دم الذبائح لكي نقدمها لله في تذكارات القديسين أو مناسبات أخرى، مثل ما نشتري بيت أو سيارة أو أي شيء نقوم نذبح الذبائح. أكيد من بعد الدم الحقيقي، الدم الثمين، الدم الغالي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لا نرجع نعود مرة ثانية إلى الرموز. الرموز كلها كانت من أجل يسوع المسيح، إشارة إلى ذبيحة يسوع المسيح. لما اجى يسوع المسيح حقيقة بدمه كفر عن كل خطايانا. فأحبتي المستمعين والمشاهدين،
لا نرجع مرة ثانية إلى الوراء، لا نرجع مرة ثانية إلى تاريخ ما قبل يسوع، ما قبل الفداء الحقيقي، لا نرجع مرة ثانية إلى الرموز. أكيد أكو كثير من الناس صراحة يقولوا لي إحنا ما بنقدم الذبائح الخرفان على مود دمها يغفر لنا خطايانا، نحن نؤمن بيسوع وأنه دم يسوع هو الغافر، لكن إحنا نقدم هذه الذبائح جاية كتقليد من آبائنا وأجدادنا، وهذا نذر ببيتنا أنه متوارث أبا عن جد نسوي. وأحيان كثيرة يقولون أنه هذا إحنا نحب نساعد أنه من هذه الذبائح أنه نطبخ أو نطعم الناس اللي محتاجين اللي إيدهم لا تصل. أكو ناس محتاجة نحب نساعدها، وأكو ناس تطبخ اللحم وتوزعه، أو مثلا داخل الكنيسة بعد القداس الناس يطلعون من القداس يقعدون بالهول أو بالقاعة مع الكنيسة يأكلون. أكو ناس توزع لحم ني تنطي توزع على الناس، يقول لك أني دا أسوي خير، يعني أكو ناس محتاجة وأنا دا أسوي خير. في هذه المسألة أحب أقول أنه مع الأسف أكثر وغالبية ما يذبح من الخرفان يطعم أو يطعمون به الناس الشبعانين، يعني قلة قليلة من الناس اللي تذبح وتنطي لناس محتاجة. أكو ناس يمكن بالأسبوع مرة يلا تقدر تطبخ لحم، تحط لحم بالجدر، في حين أكو ناس كل يوم الجدر لا يخلو من اللحم، أكو ناس يمكن كل أسبوعين يحطون لحم بجدرهم. هذول الناس أكيد محتاجين، الإنسان المحتاج أنطيله، لكن مع الأسف اللي دا نشوفه اللي دا يصير أنه هو العكس، أنه دائما اللي نعزمهم إلى الدخرانة أو التذكار والذبائح اللي نسويها هم أقربائنا وأصدقائنا المقربين، وتصير اللمة ويأكلون ويشربون، ومن يطلعون هم يأخذون وياهم ويطلعون. أكيد في هذه الحالة النذر اللي النية مالتك دا تسويها أنه أو أنه تريد تقدم مساعدة لناس محتاجة، إحنا انتفى الغرض منا، لأنه مدى تطعم ناس محتاجة. شيء آخر أنه يمكن أنه كل واحد أكو كذا عائلة راح تذبح وتأخذ مثلا تودي لحم هذا الخروف مطبوخ أو ني لعائلة محتاجة، يمكن هذه العائلة راح يتجمع عندها كم كبير من اللحم، وقد هي يعني تكون محتاجة أشياء مو أشياء للأكل والشرب، قد تكون محتاجة أشياء أخرى، قد يكون عندها مريض طفل محتاج يداوى، قد تكون محتاجة إلى رجل يعمل عملية operation، قد تكون محتاجة إلى ملابس ما عندها، قد تكون محتاجة إلى دفع كلفة دراسة لأطفالها ما عندها. فيا حبذا لو شوية إنه هذا التقليد الذبائح وشوية نخفف منه، أو يعني خلي إعانتنا أو مساعدتنا للمحتاج خليها تكون مادية، يعني فلوس اللي نجمعها من أجل ذبح الخرفان هذه الفلوس خلي نجمعها، خلي نسأل الكاهن أو نسأل الأقرباء والأصدقاء، تعرف عائلة محتاجة خلي أنطيهم مادة، قد يكون محتاج شيء يعني أكثر من اللحم اللي الخروف اللي راح أنطي له، قد يكون محتاج مادة أكثر. هسه تقول لك إحنا بأوروبا وأستراليا الدول دا تدفع ماكو ناس محتاجة، يا أخي هاي أكو ناس متشردة في بلداننا، ناس ساكنة بالخيم، ناس في العراء، ناس أحوالها متبهذلة، تاركة كل شيء، تاركة بيوت، تاركة أملاك، طالعة طرق هدومها،
هسه تقولون احنا دا ندزلهم ومقصرين وياهم، يا اخي دزلهم بعد، يا اختي دزي بعد، الحاجة دائما موجودة. يعني ايش قد ما دا نجمع وايش قد ما دا نبعث تبقى الحاجة موجودة، ابعثوا لها الناس، يعني راح يكون مقبول. يعني هذه الزكاة اللي تسووها أو هذه الصدقة اللي تسووها راح تكون مقبولة منكم أكثر مما تشترون خروف وتودون لحم لإنسان أو تطعمون إنسان لحم. هذا أكيد كان الفقرة اللي تخص إنه الذبائح في أعياد القديسين أو تذكارات القديسين، وراح أتحول إلى فقرة أخرى اللي نوهت إلها، ألا وهي كيفية الاحتفال عن طريق السفرات والأكل والشرب.